شيخ صالح، الذين يلزمون أنفسهم بهذه النذور، ما رأيكم في ذلك؟ النذر غير مرغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا ينبغي للإنسان أن يورط نفسه فيه ويدخل نفسه في ضيق ويتحمل أشياء تشق عليه سبب النذر، لأنه في فسحة وفي يسر قبل النذر، إن شاء فعل التطوع وإن شاء تركه. أما إذا ألزم، إذا نذر، فإنه ألزم نفسه بذلك وأوجب على نفسه هذا الشيء، قد يكون شيئا ثقيلا كبيرا. فعلى المسلم أنه يتجنب النذر، لكنه إذا نذر وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم.